اولادنا دول ناجحين في الترم الاولاني، ودخلوا الامتحانات الترم الثاني، بصينا لقينا نازلين على درجه او درجتين. فهو احنا عارفين النجاح من الربع، هم جابوا ازيد من النص الثاني، فوقفت على الدرجات ومنزلنا كام ماده، 6 و7 مواد، في عيال جايبه 12 ماده. يعني ايه سنه؟ وبعدين هنعيد السنه، نعيد. طيب هو القانون ده نزل امتى؟ قال لكم ايه بقى هنا؟ انت قال لكم ايه هنا؟ قالوا لنا نبث في الموضوع، نبث في الموضوع ونقدم شكوى تاني، ونقدم شكاوي. لسه مستنيين، استنينا اليوم الاثنين، يوم الاثنين قالوا لنا يوم الاثنين، تعالوا الاثنين الخميس. يوم الاثنين عملوا لنا اجتماع، خدوا 4 اباء. الكلام ده مش مظبوط دلوقتي. ان يوم الاثنين وطلعنا قعدنا مع العميد محمود صبيح، وجاب لنا مدير التعليم الازهريه، والراجل راح جاب لي وراح فاتح الاستيكر وقال لي اهي اللجنه نزلت على المعاهد ومعهد العبور، وما فيش لجان بتنزل ولا في حد بيعبر عن حد ولا حد اي حاجه، ولجان ولا بيهتموا بالطلبه، ولا في تعليم ازهري، ولا اصبح في تعليم ازهري دلوقتي. ايوه يا جماعه، بعد اذنكم لازم عند الوكيل دلوقتي. والراجل اللي هي المشكله عندهم ان في 3 مناطق ما عملوش حصر للراسبين عندهم، فبالتالي مش قادر يطلع اي قرار الا لما ال3 مناطق دول يطلعوا حصر بعدد الراسبين عندهم. اول ما يطلع حصر واحده، لو معهد واحد. لا لا لا, لا. يا ماما. ايوه يعني يا فندم، هم قالوا لكم ايه دلوقتي؟ طلع يا مدام، هم قالوا لكم ايه دلوقتي في الاجتماع يا جماعه؟ فهو الراجل قال لك الاثنين او الثلاث بالكتير القرار هيطلع، وان شاء الله خير كله هيعيد تاني. في امتحانات ثانويه وفي الناس دي هتمتحن ازاي؟ يا ماما الموضوع مش موضوع مادة، الموضوع موضوع ان يعرف كام فرد ساقط عشان يقدر يطلع لك بيه نتيجة، لكن هو يطلع لك نتيجة ازاي؟ عايز اقول لحضرتك حاجة، المعهد بتاع ابني 91 عيل ساقطين غير الملاحق. يا حبيبة قلبي عشان انت عرفت الحصر بتاعه، لكن في مدارس. طب ليه هو 91 عيل ما يقومش عليهم الدنيا حرام؟ قولي بقى من الاول ايه المشكله من بدايتها؟ رحنا لقينا 75% هيعيدوا سنه، محدش يصدق. فروحنا يوم الثلاث اللي فات قالوا لنا تعالوا يوم الخميس. رحنا يوم الخميس لقينا في مدرسه ثانيه عمالين يتخانقوا ويضربوا. قعدنا يوم الاحد ويقولوا لنا لا، عشان مش هيقولوا لنا تعالوا يوم الاحد، تعالوا يوم الاثنين اللي جاي. انت السنه اللي فاتت في ناس كانت جايبه مواد كتير 14 15 ماده ودخلوهم ملاهي فيها، فالسنه دي وفدك حصل كده ونفس اللي حصل. انت عندك كام ماده؟ انا عندي 8. انت عندك 8 مواد؟ فاحنا عايزين زي السلفات، بس مش عايزين اكتر من كده ولا عايزين حاجه. بس دخلونا ملاهي. انت في سنه كام؟ احنا طلعوا. طب ايه المشكله عندك؟ نفس الحكايه برضه، عايزين نعيد الملاهي. عندك كام ماده؟ 5 6. انت 6 مواد؟ 6 مواد المفروض تعيد عليها الماده، تعيد عليها السنه؟ انا بدخل اكتر من 4 عيد. انا حاجه انا من جايب 5. يعني انا لو دخلت يعني انا بدخل الماده الترم الثاني ناجح وجايب مجموع كويس. لا انا ما بدخلش، لو انا السنوات ما جابش اي حاجه خالص. استني والبعض الترم الثاني. ايوه السنه اللي هو لسه جاي يدخل شجانا ساقط خالص. ايوه ما تقول الاستاذ عمر كف على كف ولا زي حاجه، يبقى في زي مش يصحى. انا اللي مراجعه الان يا القاهره. الحلف ولا حد بيشوفنا ولا حد بيكلمنا وما فيش اي حاجه خالص. شيخ الازهر ما بيتكلمش حد، ما بيبعتلناش حد، بيقول لنا احنا مش قادرين نعمل لكم حاجه في المدرسه، مش قادرين ندول درجاتنا، وبيكتبونا غياب في المواد وبنحضر مش مبقاش حضرانين. انتوا شاكين في ايه؟ احنا شاكين في ايه؟ مش عارفين، احنا مش لاقيين نرد. اقسم بالله العظيم ثلاثه مدرسه قالت لي احنا اللي في دماغنا عملناه، وانا صايمه اقسم بالله العظيم ثلاثه. يعني عايزين ما حدش يدخل الازهر تاني؟ هم عايزين كده، هم قالوا لنا كده. فاطمه عويس وانا على قوك، انا بصي بكلمك وانا في منتهى القوة العقلية بكلمك. فاطمه عويس طلعت ببقها وقالت يا جماعه انا هسقطكم، انا هسقطكم. دي فاطمه عويس في معهد فتيات السلام، معهد ايه دي؟ وكيله المدرسه رضا تمام كده، وهي اللي ماسكه الكنترول. يبقى ليه تعمل معانا كده؟ احنا عايزين نعرف الحل. انا هسقطكم، ما حدش فيكم هينجح. احنا عايزين نعرف ليه، احنا مش عارفين ليه. اللي هو باعاده الدور الثاني من هم السنه اللي فاتت واتفرحت تاني السنة. مش مشكلتهم، مشكلتهم ان الناس ما بعتتش، ايوه يا جماعه عشان في مشكلات.